السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من حلقات تعليم كيك بوكسينغ. اليوم غنبينو طريقة الوقوف كاملة. كنجمع رجليا بهذه الطريقة هنا، نرجع اليوم اللور هذه الوقفة ديالي، هذه الطريقة. وكنبقى كنتحرك بلاصتي. علاش كنتحرك بلاصتي؟ باش نبقى مستعد في اي لحظه غنضرب. كنبقى نتحرك بلاصتي خصوصا الرجل الاماميه، خاصني نبقى نحركها. علاش؟ لانه اللي لعب معاه لا شافك واقف يعني من الوقوف عادي وطلق ضربه ممكن يتراجع ولا يهجم. اذا كنبقى نحرك رجلي باش ما يعرفش النوايا ديالي، ما يعرفنيش شنو ناوي غندير. وديك الساعه رجلي كتحرك، ملي كتلاقي شي ضربه كتكي تكون سرع من انه يفكر شنو يدير، واش يبلوكي ولا يهرب ولا هذا. هذه ممكن تكون تمشي في المكان اللي بغيت انا وتكون ضربه ناجحه. وكنبقى واقف عندك، تشوف في الخصم عينك في عينيه، وكتحرك في البوزيسيون هنايا اللي وريتكم، يديا مجموعين كاع ورجليا كيتحركوا. هذه هي طريقه الوقوف، وهذه الدروس راها مبسطه خصوصا للمبتدئين باش ما يلقاوش مشكل من يبداو لي تكنيك، يكونوا واعيين بهذه المسائل. وكنتمنى تشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد. السلام عليكم.